ايه يا عم اتغير ايه وبتاع ايه في ايه عشان زرارين من القميص اتقطعوا تقوم مغير القميص كله ولا تصلحه ولا بتاع؟ اخرج كده يا معلم، مفيش 3 اسابيع وهتلاقي الزراير المقطعه في القميص هي الموضه. امال انت فاكر الموضه دي ايه؟ كلها حوادث زي الحادثه بتاعت حضرتك دي بالظبط. اسمع مني، الراجل اللي بدا موضه البنطلون الديرتي ده غسلته كانت بايظه يا ريس، قال لك نقضيها ديرتي، حادثه وكملت كده. نفس الكلام الراجل اللي عمل الرقع اللي في الكعان اللي الموضه بتاعت الجواكت دي، مش محتاجين نتكلم بقى، ده كان حل علشان يفك زنقه في ساعتها وربنا كرمه وبقت موضه. بنطلونه اتنتش قال لك ننزل بالمقطع، بنطلونه قصر عليه قال لك بنتاكور، بنطلونه دقع عليه قال لك سكيني. موضه. بلوزه مراته كشت قال لها دي ستومك يا حياتي، ولبستها والستات كلها مشيت عليها بعد كده والعمليه بقت زي الفل. الموضه يا معلم انك تبقى على طبيعتك وواثق من نفسك، هتقوم انت اللي تخترع الموضه، يعني خليك على سجيتك كده تخافش، اهم حاجه بس يعني ما تدخلش على سجيه اللي جنبك، ولو خارج مبهوأ ومتمرد وشكلك غريب كده والناس اتكلمت معاك نص كلمه ابقى ارجع بقى اقرا مجلات موضه والبس عادي زينا كده عادي ما فيهاش حاجه يعني.